حياكم الله. يقال إن منبت البراغماتية هو الصين وليس الغرب، وهذا الكلام يقوله مفكرون غربيون درسوا الفكر الصيني، ومنهم الكاتب الفرنسي جاك غرينيه. والليونة البراغماتية تلخصها عبارة رجل نهضة الصين وإنجازاتها الاقتصادية الراهنة، الرئيس الراحل دانغ شياو بينغ عام 1904 و1997 القائل: لا يهم ما يكون لون الهر أبيض أو أسود، المهم أن يأكل الفأر. راح أبسطها لكم. يعني القضية مثل واحد جدا مريض ويدخل بغيبوبة فيوديه للخارج حتى يتعالج، ورا فترة يصحى، ايش راح يشوف؟ راح يلقى نفسه قاعد بحديقة المستشفى الحلوة والطبيعة الخلابة، ودائرة مدائرة الممرضات الحلوات والشقر، وين اكو هيك حياة وهيك أجواء طيبة، والجو ما ينوصف، أشجار وشلالات، يعني بين قوسين الماء والبيداء والوجه الحسن، وبعد يومكم التصور. يتصور أنه هاي الجنة مو حديقة المستشفى، هناك ويشوف واحد من ربعه يتمشى بالحديقة، يقول له: هاولك ايش جابك هنا؟ أنت لا صلاة لا صوم. فهذا تصور بسيط عن البراغماتية، وبالتالي فإن بين الرأسمالية والبراغماتية قصة حب لا تنتهي ولو على حساب أوجاع الناس. وبسلامتكم.